بدنا هي سلطة أضلاع خس الآيسبيرغ بتتبيلة الجبنة الزرقاء أو البلوشيز. بدنا طبعا 2 حبة خس آيسبيرغ مقطع أضلاع، بندورة كرزية، بصل مكرمل، وعنا بصل أخضر مفروم. للدريسنج إن شاء الله بدنا يا حبايبنا نصف كوب جبنة زرقاء، بلوشيز، مايونيز، زبادي من طيبة، حليب، وشسر صوص، ثوم مفروم، شوية ملح، وشوية من الفلفل الأسود. أول شيء بنسوي الدريسنج، بنضيف الجبنة الزرقاء أو البلوشيز داخل خلاط. هون عنا 2 أوبشن. الأوبشن الأولاني إني أبرش جبنة، هاي برش بعد ما أجمدها، إنه هاي جبنة طرية، بجمدها بالأول وببرشها وبضيفها على باقي المواد. أو زي ما سويت عسى اليوم أنا بالخلاط، راح أضيف عليها منها المايونيز، لأنه هي من الجبنة القوية جدا، يعني نكهتها قوية، لذلك بدها تتخفف. وزبادي من طيبة، حليب، شوية وشسة صوص نقاط صغيرة، ومنها الثوم. أوف شوف شو هالصوص ده يطلع. هذا قصة عالمية. ملح، وفلفل أسود. والآن بدي أشوف كيف صارت كثافة الصوص. لازم يكون رني، يعني يكون سائل شوي، سائل شيء طبيعي لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية صغيرة بدي أخلطه حتى يصير يعني ناعم، ما فيش عندي أي مشاكل. تمام شيف، خلينا نشوف إيش صار فيها. ممتازة ممتازة. بضيفها، شمي الريحة أول شيء. أكيد رح يروح قوي. أوه هاي يعني بين ريحتها من المقادير اللي أنت حطيتها. بالضبط، رح تكون إشي. هذا الدريسنج البلوشيز. وطبعا في أطباق كثير تنطبخ بالبلوشيز، ومنها الباستا. هون عندي شوية شايز أو ثوم معمر أو بصل أخضر حسب ما هو موجود عندكم. بنضيف لنا كمان شوي أكيد، وبعدين وأخيرا وليس آخرا نخلط. هاي صار عندي دريسنج جاهز في أحفظه داخل الثلاجة لمدة 3 أيام في وعاء مغلق. فهون نيجي للخس، ورايح أضيف البندورة. هون طبعا هو أضلاع خس آيسبيرغ. اما انا هذا اللي بدي اسالك اياه، يعني انا بدي اجي اسكب هاي السلطه، كيف اسكب؟ كيف اكلها؟ تاخذي قطعه كامله صحنك. اوكي، قطعه كامله بصحنك، وبيكون الدريسنج على جنب، وبتعبي بالدريسنج عليه. اوكي، يعني بس بدها شوكه وسكين، هاي ما بزبط. طبعا لا هاي مش تغميس، هاي يعني مش تغميس ولا بالايد ولا بالشوكه لحالها، يعني هاي يعني شوكه وسكينه اكيد بنفعش معك، يعني الا بالشوكه والسكين او بالملعقه اللي بدكم اياه، يعني كل واحد بيختار طريقه. انه ناخذ الدريسنج وبنضيفه وين؟ على هالسلطة. بصل مكرمل. هذا كمان لسه بدها بصل. اللي عملت لكم اياه على طريقتي موجود حبايبنا. طريقة جديدة ولا أروع منها. سلطة أضلاع الخس مع دريسنج البلوشيز مع البصل والبندورة الكرزية.